انطلاقات سن الثنايا وتواصل مسافة 8 كيلومترات. نتواصل بالنداء مع الخمسة الأسماء المنطلقة لأرى أول المراكز، أول المنطلقات، تقدم قمة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع المركز الأول. ثاني المراكز التواجد من قبل الظبي لطالب بن علي بن حمد الجربوعي، شعارك يا بالعمارة، يتواجد على ثاني المراكز. المركز الثالث التحديات والتواصل من قبل الجزيرة، مبارك بن راشد بن زيد بن جفال النعيمي على ثالث المراكز، ولكن ينخطف المركز الثالث من قبل الغزيل، حسن بن حبتر بن سعيد بن حبتر المريخي على ثالث المراكز. رابع المراكز التقدم من قبل زعفرانة لحربي بن محمد بن حربي بن يزرب العامري على المركز الرابع. خامس المراكز التواجد من الجزيرة لمبارك بن راشد بن زيد بن جفال النعيمي على المركز الخامس. في هذه اللحظات وبهذه الانطلاقة يتواجد شعار. أعود بحضراتكم إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الانطلاقة الجميلة، بدأ أيضا تقدم غمة وغمة على قمة، وذوق قمة يا المنصوري مع تقدم قمة مع المركز الأول وسيطرتها التامة على مجريات هذا الشوط. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يطلق عنان قمة بقيادة الأسماء بتواجد الشعارات. إذن مع المقدمة مع الصدارة يتابعها محمود لوهيبي الدكتور، عاشق أيضا هذه السلالات وهذه الرياضة الجميلة، دائما وأبدا يقف خلف هذا الشعار ليقدم لنا الصورة الواضحة لدى عشاق الشعار العصار الغربي. المركز الثاني التواجد من قبل ثاني المراكز الغزيل حسن بن حبتر بن حسن بن حبتر المريخي. بدأت الغزيل تغازل الصدارة بانطلاقتها، تغازل أيضا السيارة بتواجدها. نذكر بالسيارة نيسان بترول ستيشن هي الجائزة المقدمة لمن أيضا ينتزع أول المراكز. المركز الثالث التواجد من الظبي، ظبي الفلا رمز العطا يقدمها أيضا بن عمارة مع تواصل ومنافسات الكبار مع انطلاقة الظبي لطالب بن علي بن حمد الجربوعي. والمركز الرابع وتابع تواجد زعفرانة لعشقها للزعفران، لأيضا تواصلها الجميل مع الأسماء المنطلقة، زعفرانة لسالم بن حمد بن ضبيعة الاكتبي يتواصل شعارة في هذه اللحظات، أو لحربي بن محمد بن حربي بن يزرب العامري عفوا. إذا شعار العامري على المركز الرابع. نتواصل بالنداء مع خامس المراكز لأرى أيضا قدوم السيل الجارف، أيضا انطلاقات شعارات متواصلة بتواصل المركز الخامس، أول الواصلات، أول المنطلقات بهذه اللحظات. الجزيرة المبارك بن راشد بن سيف بن جفال النعيمي على خامس المراكز، وما خلف الخمس هنالك شعارات، أسماء لم يحن موعد تواجدها، لم يحن موعد تواجدها بالنداء مع الأسماء الخمسة المنطلقة والمتواجدة والمتنافسة بهذه المسيرة. نتابعها على الكادر الأسفل بانطلاقتها الواضحة لك عزيز المشاهد والمتابع عبر شاشة قناة الريان. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نعود إلى قمة هرم هذا الشوط وإلى قمة من تتواجد على المقدمة وعلى الصدارة، ومع الهمة تتواصل غمة، غمة تعود الملكية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من يتواصل شعاره مع الصدارة ويبحث عن أيضا النصر والانتصار بهذه الانطلاقة الواضحة والجميلة بهذا التواصل الجميل وبانطلاقة شعار الإعصار الغربي ليذهب بالسلام إلى أبناء الغربية، كما أيضا تواجد هذا الشعار مع الظفرة ومع أيضا السالمية ومع الغربية ومع انتفاضة من افتتحت أشواط هذه الفترة الصباحية. صاحبة أيضا أفضل توقيت هي السالمية في صاحبة الشوط التاسع والخامس بالفعل، زايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع
من رافق هذا الشعار محمود لوهيبي كان توقيتها الزمني للتذكير 12 دقيقة 38 ثانية 69 جزء من الثانية تابعها على شاشة قناة الريان. هذه هي صاحبة التوقيت الأفضل في هذه الفترة الصباحية متابعنا العزيز. إذن قمة على المركز الأول كما نرجع إلى مجريات هذا الشوط المنطلق بعملية البحث عن ناموس جديد عن تحقيق الناموس الخامس في هذه الفترة الصباحية والنقطة الخامسة بهذه المسيرة الجميلة ليذهب السلام إلى أبناء الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. انتصفت المسافة، انتصفت مسيرة وقصة ورواية هذا الشوط لما تدور من منافسات جميلة. تبقت 4 كيلومترات عن أيضا انطلاقات الرائعة والواضحة بالتواصل الجميل من هذه الشعارات. المركز الأول كما أسلفت قمة لمحمد بن زايد بخلفاء المنصوري. ثاني المراكز بدأ ينطلق شعار العامري مع ثاني المراكز مع زعفران الحربي بن محمد بن حربي بن زرب العامري عامر شعاره، ويتقدم الحربي ليحارب الأسماء المنطلقة بمنافسة جميلة وشيقة وقوية مع انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث الظبي طالب بن علي بن حمد الجربوعي، ويا طالب جماهيرك دائما وابدا يطالبونك بناموس هذا الشوط مع انطلاقة الظبي ومع تواصلها بانطلاقة الظبا. المركز الرابع رابعا وتابع تقدم الغزيل، بدأت الغزيل تغازل المراكز المتقدمة وتنطلق مع رابع المراكز لتتابع مسيرتها الحافلة بالإنجازات. حسن بن حبتر بن سعيد بن حبتر المريخي مع المركز الرابع مع هذه الرباعية الجميلة التي تضم بأخطابها الأربع شعارات الكبيرة. والمركز الخامس وصل أيضا شعار بن منانة، وصل شعار المتحدي مع انطلاقة امتياز لتحظى بعلامة امتياز. سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يطلق عنان امتياز، ولكنني أرى من تحمل الرقم 5 من انطلقت مع المركز الخامس تواصلت وهيلة. عيسى بن سلطان بن مبارك سند الهاجري وصل بن سند ليقدم لنا وهيلة، وهيلة على المركز الخامس بسجلات حافلة وبإنجازات تكررت على أرضية هذا الميدان ميدان التحدي. ويتواصل أيضا بن سند مع هذه التحديات الجميلة ليظفر بتحدي كبير مع انطلاقات سن الكبار ومع أيضا تواصل شعارات الكبار. أتواصل مع الصدارة، أتواصل مع القيادة مع هذه اللقطات الجميلة لأرى قمة على المركز الأول، غمة على الصدارة والانطلاقة بمنافسة جميلة. ولكن زعفرانة غيرت مجريات هذا الشوط. حربي بن محمد بن حربي بن يزرب العامري أعلن الحرب، أعلن الحرب حربي مع انطلاقة زعفرانة مع تواصل زعفرانة مع المركز الأول. ولكن الظبي على ثاني المراكز بأيضا حركات جميلة وأيضا مسيار جميل تنطلق من الجانب الدوني لتتواصل بشعار طالب بن علي بن حمد الجربوعي. يتواصل شعاره مع الصدارة يغير أمور مجريات هذا الشوط ليتحدث بأيضا لغة عربية بتواصل جميل بلغة المنافسة بلغة القوة والإبداع ليذهب بناموس هذا الشوط إلى أبناء الريان مع تواصل شعاره. ولكن المتحدي يتواصل شعاره مع ريانة العود تتواصل مع الصدارة لأول ندى. راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي بدأ يكتب له أيضا قصص جميلة ورواية جميلة من مسار هذا الشعار وقصته في الأعوام الماضية وتحدثه عن حصد الرموز وحصد السيارات وحصد النواميس وبتواجد المتحدي على أرضية ميدان التحدي. المركز الثاني وصل شعار الاقتصاد مع ندى من تنادي بضعم الناموس من تنادي بالفوز مع مالكها. حمد بن غانب بن علي بن حمود الظاهري بدأ يظهر شعارك الظاهر مع
المركز الثاني، المركز الثالث بالعمارة، المركز الرابع بن سند غاتم مع وهيلة. يا وهيلة تنطلق مع المركز الثالث، وهيلة لعيسى بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري. بدأ عيسى يغني مع انطلاقة شعاره، يتواصل مع انطلاقة وهيلة على المركز الثاني، المركز الثالث. أول القادمات، أول الواصلات من الجانب الأيمن. بدأت أمور هذا الشوط تتشكل مع بسم الله عليها. الله، وصلت العملاقة مع المركز الثالث. وصيفة السيارة في سباقنا الماضي في مهرجان المؤسس أحمد المساعد بن مسعد العازمي، ينطلق شعاره مع الكيلومتر الأخير، مع المنافسة الجميلة، مع الانطلاقة المميزة. ولكن الصدارة، الصدارة المقدمة مع ربانا. يا ربانا، ربانا مع الصدارة، ربانا مع المقدمة، ربانا مع الانطلاقة لراشد بن سعيد بن منانة. الكتير يقدم لنا بن منانة، انطلاقة بناء ربانا مع المركز الأول. ولكن أرى أيضا شقيقه يطلق عناني وتواصل امتياز لأبوه الوالد، الوالد ينافس ابنه مع انطلاقة هذا الشوط، مع انطلاقة امتياز لسعيد بن منانة بن خدير. الاكتبي انطلقت امتياز، تواصلت ربانا، ربانا وامتياز، شعار الابن وشعار الوالد مع منافسة، منافسة جميلة. وعشق آل منانة لهذه الرياضة، لهذه الرياضة، الرياضة الأصيلة، مع انطلاقة ربانا وتواصلها مع الصدارة، مع المقدمة إلى السيارة. يذهب المتحدي، متحدي بالانطلاقات، متحدي أيضا التواصل الجميل. سلام يا سعبير، سلام، سلام وتحية واحترام لهذا الشعار الذي يتحدث عنه التاريخ في هذا المهرجان. يتوفق هذا الشعار وأيضا يتواصل بالانطلاق. نهني بن منانة على هذا الفوز المستحق مع ربانا. راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي المركز الثاني، كان الوصول من قبل امتياز سعيد بن منانة بن خدير الاكتبي المركز الثالث، كان التواج من قبل بسم الله عليها لأحمد بن مساعد بن مسعد العاجي المركز الرابع، كان الوصول من قبل نويعس محمد بن مساعد بن خالد المنصور المركز الخامس، كان الوصول يا بن غفان من زعفران الحربي محمد بن حربي العامري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، شاهدنا هذه المنافسه الجميله الشيقه التي دارت ما بين الشعارات. وفي مجريات الامتار الغليله شاهدنا شعار بن منانة ينافس نفسه بنفسه بالانطلاقه الجميله. توفقت ربانا بناموس هذا الشوط، 12 دقيقه 45 الثانيه، 46 جزء من الثانيه. التهم التبريكات نزفها لراشد بن سعيد بن منال الاكتبي على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز وصلت امتياز، 12 دقيقة 48 ثانية 85 جزء من الثانية. التهم التبريكات لسعيد بن منال بن غدير الاكتبي. ثالث المراكز وصلت بسم الله عليها، 12 دقيقة 49 ثانية 25 جزء من الثانية. التهم التبريكات لأحمد بن مساعد بن مسعد العازمي على هذا الفوز المستحق. التواصل أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان.